إنهم لا يعرفون نبيه بري. قبل شهر سأل النائب ملحم خلف رئيس مجلس النواب نبيه بري بكل براءة وتهذيب ورقي: هل هناك عائق دستوري أو نظامي لأن يبقى النواب داخل القاعة بعد انتهاء الجلسة؟ فأجابه بظرفه المعهود: حدا قال لك إنه عاملين استراحة هون؟ نقدر نقعد داخل القاعة بصورة متواصلة؟ هل هناك من عائق؟ حدا قال لك إن احنا عاملين استراحة هون؟ وفي الجلسة الأخيرة لانتخاب إمبراطور الجمهورية خلفاً لجبل شيخ الرابي، وفيما كان بري يهم بالمغادرة بعد فرط النصاب، دعاه النقيب خلف إلى عقد جلسات متتالية، فأجابه وهو ينزل بتأدة على درج: عيد الحركات مش علي. إلى صوته المتقلب بين التينار والباريتون، فالنقيب خلف نائب ذكي وقانوني حصيف ولطيف، لكنه بعد 8 أشهر لم يفهم تركيبة مخ أستاذ الأساتذة المرن شكلا والعنيد في الجوهر. فالرئيس بري قطع الطريق على مرور قانون إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في مجلس النواب، لم يحرج شريكه في الثنائي وأبقى على شعرة معاوية مع قوى 14 من أذار، والرئيس بري نفسه حال دون انتخاب رئيس يمثل الأكثرية النيابية الصريحة خلفا للرئيس لحود حتى تم الإجماع القهري على العماد ميشيل عون. والرئيس بري الطويل الصبر صبر 2 على وليد جملاط حتى استعاده نصف حليف. والرئيس بري المحنك يفسر الدستور على طريقته ويستحضر فتاوى من المفتين غب الطلب كما حصل قبيل الاتفاق على تبني العماد ميشيل سليمين. تعطي أذنا مصغية أحيانا لمن هم في منزلة خلف، والطرشاء أحيانا يرد على هذا ويهمل ذاك. لا يعرف النائب خلف ولا النائبة نجاة صليبة عون ولا تعرف بولات، وربما لا يعرف الشيخ سامي ولا الأخت سينتيا أنه لو بسط نصف نواب زائد واحد في القاعة العامة وناموا وقزقصوا من البرد لن يرضخ بري إلا للمصلحة العامة والوفاق والتوافق كما يراها الحزب. إنهم لا يعرفون نبيه بري جيدا. في المقابل يلاحظ عارفو دولته أنه بات في هذه السن المتقدمة أكثر تصلبا وأقل تسامحا كما صار متقلب المزاج. ألم يلاحظ خلف أن الاستيز منذ لحظة دخوله إلى الجلسة بدا وكأنه أبهى معه